عايز اخدك لنقطه كمان تخص اسلام عادل لاعب النادي الاهلي الاسبق وليس مدير الكره بنادي مصر المقاصه. رايك ايه في حال النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ خسارته نهائي دوري ابطال افريقيا، قبلها كان في خساره للسوبر المصري، وبعد كده قبلها الدوري، شويه نتائج مش معتاد عليها الاهلي، الخسائر المتتاليه في البطولات. مش بص، لو عايز تاخد كل حاجه عمرك ما تاخد كل حاجه، مفيش حد في العالم بياخد كل حاجه، لكن انت كان النادي الاهلي ماشي في الدوري في شكل محلي بشكل كويس، انما كان في دوري ابطال افريقيا من 2012 2013 بطوله كابتن يوسف النادي الاهلي ما قدرش ياخد البطوله، فلما جبت موسيماني كان الهدف واضح جدا انك عايز تاخد افريقيا، وحققت الكلام ده، يعني خدت التاسعه والعشره ورا بعض وبصدد انك كنت تاخد البطوله الاخيره وماشي بشكل كويس، مفيش حد في العالم بيكسب كل حاجه ومش هيحصل، ومهما طلبته مش هيحصل، ومهما قلت لي الطموح ومهما مش هتعرف تعمله، لكن في النهايه بشكل عام انا شايف ان مسانده الكابتن الخطيب لموسيماني هي في محلها، لان الراجل رقميا ماشي بشكل جيد جدا، لكن بخصوص المباراه الاخيره النادي الاهلي ظلم جدا، النادي الاهلي ظلم نفسه واتظلم، لانه في النهايه النادي الاهلي محطوط في موقف صعب جدا، هل انا النهارده يعني لما ايا كان في تقصير، حتى لو في تقصير من اتحاد الكوره او من النادي الاهلي او من اي حد، هو تقصير الاول من الاتحاد الافريقي طبعا. لان الاتحاد الافريقي في الاول وفي الاخر انا راجل مسؤول، لما باجي دايما اخد قرار القرار لازم يبقى فيه مرونه فيه، بمعنى ان انا النهارده حتى لو طلبت من دول معينه ان هي تتقدم ان هي تنظم، والدوله دي مثلا كانت دوله وحيده هي المغرب، وطلع ان كنت لازم يبقى فيه شرط انه ما يبقاش في ممثل للمغرب في البطوله، مستحيل، ده انفير، مستحيل يبقى في الكوره، فبالتالي هي دي المرونه، حتى لو جيت قلت لي ان النهارده ما انت ما تقدمتش او مصر ما تقدمتش او النادي الاهلي ما طلبش او الكلام ده مش في الكوره يا جماعه، ده مش في الكوره، انا النهارده الوداد وصل فاينل، حتى لو كان النادي الاهلي كان يعني تقدم ووصل هو للنهائي وهيلاعب اي فرقه وكانت هتتلعب الفاينل هنا في القاهره، كنت اقول لك لا، انت لازم تبقى فير طول الوقت، وبعدين انا دوري كاتحاد افريقي ان انا اعمل بطوله شكلها كويس، تنظيميا كويس، تسويقيا كويس، اوري للعالم كله ان انا عملت بطوله بشكل كويس، لكن في مش عايز الاقي مصطلح مناسب، لكن مش عايز اقول انحياز ومش عايز اقول ابقى بتهم حد، لكن في شبهات يعني في شبهات في الموضوع، يعني متسيبي انا مش شايف انه، يعني انا لو مكان متسيبي يعني النهارده انا ليه العب في الوداد وليه العب في المغرب؟ طب ما انا احط الماتش في ده، انا لو طلعت بره قاره افريقيا ما عنديش مشكله، لكن ليه تاخد قرار تخلي حتى لو انت حتى لو انت بريء، حتى لو انت بريء خلي الكلام حواليك مش حلو، وبعدين التصريحات في فوزي الاقجع بعد كده برده بشكل مش جيد. هو الكاف قال لك انه الملف اللي قدامي الوحيد اللي كان قدامي بعد انسحاب السنغال المغربي، فخلاص اعمل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا، ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا، ما هو انا ليه حافظ مش فاهم، انا ليه اديتني انطباع انك حافظ مش فاهم؟ لا، ده في قرار والقرار بقى فيه مرونه لو انا عايز البطوله تنجح، لكن حتى لو انا من جوايا زي ما بقول لك انا بريء وانا نيتي لا، في شبهات حواليك، وبعدين النهارده انت مصيبي حطيت نفسك في شكل مش الناس مش هتنسى لك القصه دي، ليه يعني ليه حطيت نفسك في القصه دي؟ كمان الفانتينو موجود، شاف في رايي الشخصي شاف شكل برضو غير مناسب خالص، يعني مش عايز اقول غير مشرف، لكن يعني زعلان جدا من القصه، لكن بخصوص النادي الاهلي، النادي الاهلي اتظلم جدا في البطوله، النادي الاهلي انا شايف انه النادي الاهلي ضحى باسمه وضحى بسمعته علشان خاطر القاره وعلشان خاطر سمعه القاره، النادي الاهلي لو كان انسحب النهارده حتى لو هيتعاقب كان هيبقى في العالم كله بيتكلم على فاينل افريقيا، انه فضحى بسمعته عشان خاطر القاره كلها، والنادي الاهلي يعني حاجه مش جديده عليه. الحاجه الثانيه انا مش عايز جمهور النادي الاهلي يزعل، لانه البطوله ما اتلعبتش، يعني نهائي بطوله النهائي بتاعها ما اتلعبش، يعني لو احنا متخيلين، وبعدين انا زعلان جدا من جمهور النادي الاهلي اللي متخيل ان البطوله خسرناها في الملعب، لا 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 لا، الكوره مش الملعب، الكوره قبل الملعب اجواء كتير جدا، الاجواء دي كلها كانت انت قدمت النادي الاهلي وليمه للوداد علشان ما بهزرش قدمت صحيح. وليمه عشان الوداد عشان يكسبه، شفنا المشاحنات اللي حصلت مع حسام غالي رجل دوله برده مش النهارده مدير كوره بس، او انا اسف مش عضو مجلس اداره او لا ده راجل يعني عضو في مجلس النواب وحاجه قمه مصر، والمشاحنات اللي حصلت حاجات كتير مختلفة، فبالتالي لا احنا اتضحى بينا، احنا اتضحى بينا، وعايزين نكون واضحين.